احيانا بيجي علينا فتره وبنسال ليه مستوانا بيتراجع، واول سبب ضعف التغذيه. التغذيه مصدر اساسي وهي المسؤوله عن استمرار التطور. اذا كنا بقى بنضخم او بنخسس او بننشف فلازم نراجع التغذيه. السبب الثاني قله الميه. العضلات مش مجرد اننا ناكل فقط، لا، احنا عندنا مصدر الميه ده مهم جدا لزياده العضلات، لان العضلات بتتكون من 75% من الميه، ولاعب كمال الاجسام بيحتاج زيادة في المية عن الشخص العادي. سبب رقم 3 وهو التأثير في النوم او في قلة النوم. النوم زيه زي الاكل وشرب المية، ما ينفعش نقصر فيه لانه مهم جدا لزيادة العضلات، وغير كده استشفاء اسرع وقوة وتركيز اكتر في التمرين. سبب رقم 4 وهو قلة الراحة وزيادة التوتر. تفكير الزيادة والضغوط بتقلل من التركيز وكمان بتأثر على شهية الاكل والنوم، وده غير انه هيدمر الصحة، فاحنا عايزين نسيبها على الله ونخلي الغزالة رايقة. اما السبب رقم 5 والاخير وهو التدريب الزائد. بلاش ندخل في مرحلة الاجهاد في التمرين وتبقى عامل زي الراجل اللي شغال فواعلي، يعني نمنع زيادة عدد التمارين وكفاية نزود من شدة التمرين، نتائجها هتكون افضل. لو صلحنا الخمس اسباب دول مستوانا هيتحسن وهنكون تمام التمام.